كان الكلام في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم رأى جماعة يعبدون غير الله من شمس وقمر ونجم وبقر، ما كان بقر ذاك اليوم هو معروف، فإنما كان الصنم وقسم منهم كانوا يعبدون الملك نمرود. فسألهم بأية حجة تعبدون هذه الأصنام والأوثان؟ جوابهم كان هذا الجواب، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا أن آباءنا يعبدون هذه الأصنام البشرية والحجرية والكوكبية، وجدنا آباءنا يعبدون هذه الأصنام فعبدناها نحن. ذكرنا في الليلة البارحة أن هذا تقليد، والتقليد في ثلاثة أشياء: الأول التقليد في أصول الدين، يعني التقليد حول الإله، حول النبوة، حول الإمامة، حول المعاد، حول العدل. هذا التقليد لا يجوز شرعا، يعني كل إنسان يجب أن يكون مقتنعا عن دليل أن الله واحد، أن الله عادل، أن الأنبياء من ومن ومن، وأن آخر الأنبياء رسول الإسلام، وأن الأئمة علي وأولاده، وأن المعاد في يوم القيامة كائن. التقليد في أصول الدين لا يجوز شرعا وبإجماع العلماء، كما يقوله العلامة الحلي في كتابه الباب الحادي عشر، اسم كتابه وله شرح، كنا نقرأ ذلك الشرح نحن الطلبة في مدارسنا. إجماع العلماء على أن التقليد في أصول الدين لا يجوز. الأول، التقليد في فروع الدين: الصلاة، الصوم، النكاح، الطلاق، البيع، الإجارة، كل إنسان يجب أن يكون مقلداً. واحد علمائنا الكبار وهو السيد محمد كاظم الطباطبائي في كتابه العروة الوثقى يقول: عمل الإنسان بلا تقليد باطل. الإنسان الذي يقلد مجتهد عادل في صلاته، في صومه، شو نفطر، شو نفطر، يتعلم المسائل، وإلا يكون ضرره أكثر من ربحه. وبمناسبة نذكر هذه المسألة، ولو الآن مو في وقت هذه المسألة، لكن في الحقيقة فالإنشاب علمني البارحة بسؤال كنت أستغرب هذا السؤال من هذا الشاب، وهو شاب مثقف خريج. سألني ارتباط المسألة، ونقول المسألة لعلم الأصدقاء الشباب المتزوجين والذين لا يعرفون هذه المسألة، أنه كان يقول ليسألني، قلت أنه موضوع مو هذه المسألة لكنها نقولها هامشيا. كان يقول أنني كنت أقترب من زوجتي بلا إنزال، وأقوم وأصلي ولا أغتسل ولا أتوضأ. الصوم باطل والصلاة باطلة، وإذا عجب سنوات هكذا صنعا فعليه في كل أعماله نظر. الإنسان يجب عليه غسل الجنابة سواء احتلم
أو اقترب مع زوجته بلا إنزال. إذا ما اغتسل صومه باطل، صلاته باطلة. يعني مو خاص بالإنزال الموضوع. التقليد في فروع الدين الصلاة الصوم الحج واجب. الإنسان إذا ما قلد يوم القيامة يقال له كما يقول هذا العالم الكبير أن أعمالك باطلة في أمان الله. تقليدا بسيطا الرسالة عملية، تأخذ وتطبق عملك على صدقها. ومن حسن الحظ أن الرسائل العملية هي مجانية بلا فلوس وواضحة، بحيث كل مثقف ولو ابتدائي يعرف أن يقرأ المسألة ويتعلمها. التقليد في أصول الدين حرام لا يجوز. التقليد في فروع الدين واجب لكل إنسان، يعني غير مشكلة طبعا. جئنا إلى التقليد في أمور الحياة. البارحة قلنا التقليد في أمور الحياة لا يجوز عقلا، لأن الأمة المتقلدة والأمة التي لا إبداع لها هذه أمة جامدة محكوم عليها بالفشل والتأخر. وكذلك كل إنسان، كل فرد يقلد. هذا يقلد يعني في أمور الحياة، في الصناعة، في التجارة، في الزراعة، في السفر، في الإقامة، في البناء، فيما أشبه. إذا قلد يعني صار جامدا، يعني يرى غيره ماذا يصنع فيصنعه. ونحن المسلمين إنما جمدنا وتجمدنا وتأخرنا بهذا السبب. في يوم كان المسلمون المبدعين في العالم. واقع غريب غريب ويحتاج إلى مطالعة. ما شاء الله أكثركم مثقفون أو كلكم مثقفون، يحتاج إلى مطالعة. لماذا نحن الأمة التي كان ذات يوم سادة العالم، المتقدمون في كل شأن من شؤون العالم، لنا علماء درع صيتهم موجود إلى اليوم، هذه الأمة لماذا تأخرت وتحطمت وتقهقرت؟ ولماذا غيرنا صعدوا وصعدوا وصعدوا؟ الأمريكيين كلكم سمعتم أنهم ذهبوا إلى القمر ووصلوا ووضعوا رجلهم على تراب القمر. سامعين هذا كلكم، ولعل بعضكم رأيتموه في التلفزيونات، لأن في التلفزيونات كانوا يعطونا صور. هذا مو مهم، المهم ما أدري سمعتم أو ما سمعتم، هذه النقطة الثانية الأهم من وصول أولئك إلى القمر. إذا ما سمعنا اسمعوها الآن حتى تعلموا أين كنا وأين وصلنا، أين كنا يوم كنا أخذنا بالإسلام، وأين وصلنا يوم تركنا الإسلام. لما وصلوا إلى القمر تعلمون أن أراضي القمر مو مثل الكويت والعراق وإيران والبحرين، لها أسامي، لأن هذه الأسامي هي أسامي مجهولة، وأراضي القمر ما عليها أسامي، وإنما أسامي التي على القمر البحر الكذائي والجبل الكذائي والقطعة الكذائية. أما كل قطعة لها اسمها الشكل، من قضايا الأرض أن كل قطعة لها اسم. يعني هنا الكويت، ثم في الكويت تقسم الأرض إلى بنيد الجار وإلى الشرق وإلى الدوحة وإلى الفروانية وإلى الشعيبة وما أشبه. أما مو الشكل. الأمريكيين لما وصلوا إلى القمر تعلمون بماذا سموا قطعات الأرض من القمر؟ سموا قطعات الأرض من القمر باسم ثلاث من علماء المسلمين، أحدهم الخيام، والثاني العالم البيروني، والثالث العالم الطوسي. مفاخر. قبل أن هؤلاء هم الذين أرشدونا إلى أنه كيف نغزو القمر. سمعين هذا الحديث؟
لكن تعال اليوم، ذاك اليوم اللي كنا مسلمين، كنا آخذين بالإسلام، آخذين بالإسلام، الآن تقولون الحمد لله عندنا مساجد وعندنا كذا وعندنا مصلين، هذا صحيح، لكن اليوم عندنا أيضا في أغلب البلاد الإسلامية خمور، وعندنا في البلاد الإسلامية قمار، وعندنا في أغلب البلاد الإسلامية فجور، وعندنا في أغلب البلاد الإسلامية سفور، هذا معنى تركنا للإسلام. الآن جيت رجل إلى الكويت، في الكويت أكو وفر 100,000 قانون، يقول أنا 100,000 قانون أعمل بها وأطبقها باستثناء قانون المرور، أنا ما أجي الضار إلى قانون المرور، وأي مكان إشارة حمراء إني أدخل فيها وأتجاوزها. الحكومة ماذا يقول له؟ وماذا تقول الحكومة له؟ يقول أنت مواطن غير صالح، يجب أن تؤثر. أول مرة يأخذون منك غرامة، ثاني مرة غرامة، ثالث مرة غرامة، رابع مرة سجن لازم. يقول أنا على 100,000 قانون أعمل. يقولون لازم 100,000 قانون بلا استثناء. إذا استثنيت قانونا فأنت مواطن غير صالح. الإسلام يقول نفس الشيء لنا، يقول أنتم مسلمون غير صالحين. لأنه ليس بمنكر واحد ولا عشرة ولا مئة، في أغلب بلادكم متبشر. الأمريكيون لما وصلوا إلى القمر جعلوا أسامي ثلاث من علمائنا نحن على قطعة من القمر، يعني سموا هذه القطعة على المعقول في الكويت مدرسة علي بن أبي طالب ومدرسة جاحظ. الغربيون لما وصلوا إلى القمر الأمريكيينها أمور أنهم محتاجين إلى المسلمين أبداً، قالوا لأن هؤلاء هم الذين فتحوا لنا طريق غزو القمر قبل 900 سنة، الديروني قبل 900 سنة، والخيام قبل 700 سنة، والطوسي قبل 700 سنة، ثلاث مناطق من مناطق القمر سموها باسم ثلاثة من علماء المسلمين. رجعوا، أين كنا وأين وصلنا؟ كنا تاجر يملك 1,000,000 دينار، ووصلنا إلى إنسان فقير يستعطي لقمة الخبز. ماذا وصلنا فجار؟ وماذا تفضل أن نستعطي لقمة الخبز؟ فرق شيء الإسلام. يوم كنا عملنا بالإسلام وأخذنا الإسلام وانتهجنا الإسلام وبلادنا كلها خالية عن المنكرات، وصلنا إلى أن الأمريكيين ومكتشفي القمر يفتخرون بعلمائنا. ويوم تركنا الإسلام ورفضناه وخليناه خلف ظهورنا، ما إلا واحد عالم في العالم، واحد عالم في العالم، واحد عالم الفيزياء المسلم الكذاب، عالم الكذا المسلم الكذاب، عالم الطب المسلم الكذاب، معزز أبدا. الحقيقة الشباب أنا أوصيهم بصورة خاصة، طالعوا تاريخ الإسلام، حقيقة تاريخ مدهش إلى اليوم مدهش. تركت الله فتركنا الله، الآية الكريمة نسيتم لقاء يومكم هذا، يعني أنكم نسيتم الله، الله نسيكم في أمان الله. اذهبوا واطلبوا ممن تعملون الله علماء. عندنا عالم نفخر للدنيا إلى اليوم، هذا رجل مجوسي كان يحضر درس السيد الشريف الرضي. جماعة من علمائنا في التاريخ هذول وصلوا إلى مراتب راقية من العلم والعمل والاجتهاد في سن مبكر، من جملتهم الشريف الرضي، هذا عمره قليل ووصل إلى درجة الاجتهاد وفوق الاجتهاد. هو جامع كتاب نهج البلاغة للإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، الشريف الرضي جمع هذا الكتاب. وأن يوصل الشباب كل واحد منكم أخذوا برد نسخة من نهج البلاغة، يشتروه وقالعوا من أول إلى آخر. هذا كتاب رائع إلى أبعد الحدود. الشريف الرضي من العلماء المجتهدين الذين وصلوا إلى الاجتهاد في سن مبكر، عمره صغير. عالم آخر العلامة الحلي يوسف بن مطهر الحلي، هذا الرجل أيضا وصل إلى الاجتهاد وعمره 14-15 سنة،
وهو قائد الله في العالمين يعبر عنه. إن شاء الله فالذين نتكلم لكم عن آية الله العلامة الحلمي، وقبره في النجف الأشرف، هو في الحل يسكن وذهب إلى النجف ودفن في النجف. عالم تعدنا في كربلاء مكون، إذا رحتوا إلى كربلاء شريف العلماء، هذا فرد مرجع تقليد وعالم وصل إلى درجة الإجتهاد مبكراً، وكان يجلس تحت درسه في كربلاء في مدرسة حسن خان، 1000 عالم كان يجلس تحت درسه، مقر قرن تقريباً هذا الرجل، ومات وهو شاب ودفن في كربلاء، وكانت له مقبرة، ونحن مع جماعة من تجار كربلاء اشترينا المقبرة والأرض، والمرحوم سيد الحكيم بناها مدرسة الآن في قبال باب القبلة للإمام الحسين، تجدون مدرسة شريف العلماء، عند علماء كذا الشريف الرضي من جملتهم. شريف الرضي عندي ديوانية مثله، لكن ديوانية راقية، يعني هو أرقى من عندي. هو شاعر، هو عالم، هو فقيه، هو متكلم، هو خطيب، وهو شاب. وكان يحضر مجلسه في بغداد ذاك اليوم، بغداد قبل 1000 سنة، هذا الرجل العالم الكبير يحضر مجلسه كل اللون، اليهودي والمسيحي والمجوسي والمسلم والسني والشيعي، وكل شخص يحضر مجلسه، لأن بغداد العاصمة ذاك اليوم نفوس ما يقارب 10 ملايين كما يقول وجوه زيدان، فعاصمة وعشر ملايين بطبيعة الحال فيها كل اللون مثل نيويورك اليوم. فيحضر مجلسه، وكان رجل يحضر مجلسه، هذا الرجل مجوسي، يحضر مجلسه ويستمع إلى خطابه وإلى شعره وإلى مناقشته وإلى رده وإلى نقده وإلى فضيلته وإلى كل شيء. جلس وجلس وجلس وجلس، وسيد الرضي كل شيء ما يقول له مثل الآخرين، مجلسه عام بين المللي، لا يقول له لماذا أنت مجوسي، لأن علماءنا، لأن أئمتنا هؤلاء جلبوا الناس إليهم بأخلاقهم، والتي نفقدها نحن على الأكثر، مو على الكل أقول أبدا، لا، على الأكثر نفقدها. هؤلاء بأخلاقهم جروا العالم إلى أنفسهم، إنك لعلى خلق عظيم، يعني أنك إذا كان علمك 20 كيلو لازم أخلاقك 50 كيلو. أخلاق، أخلاق البيع، أخلاق الشراء، أخلاق الخطابة، أخلاق الزوجة، أخلاق البنت، أخلاق الزوج، أخلاق الأب، أخلاق الأم، أخلاق الولد، أخلاق البنت. تعال شوف محاكمنا، تعال شوف أسواقنا، تعال شوف بيوتنا، أين الأخلاق؟ السيد الرضي شاهد في هالكلمة، هذا أخلاق ما يقول أبدا شيء، وإنما أي واحد عنده سؤال يجيب السؤال، انتهى كل شيء. ذات يوم جاء هذا الرجل المجوسي الشاب وقال: سيدنا إني أحب الإسلام لأني رأيت من الإسلام أخلاقا طيبة وآدابا وفضيلة. رأيت من الإسلام هذا الشيء، تفضل لا بأس. أسمع، ما هو شروط الإسلام؟ شرط الإسلام أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أسلم الرجل وحسن إسلامه وصار من أصدقاء الرضي، وأنتج ديوان شعر، ديوان شعره علم في البلاد العربية وغير العربية 1000 سنة. اسمه ماذا؟ مهيار، رجل فارسي مجوسي مازندراني الأصل، ديلم، مهيار الديلم، ديلم ديلم ماكو بندر ديلم، ديلم هو من ديلم ديالنا، رجل فارسي مجوسي أسلم واسمه مهيار. قبل 20 سنة مصر البلاد العربية الزنية، ما أقول سنية كتهاجم، لا، أريد أقول هذا الرجل شلون علم. طبع كتاب هذا الرجل مهيار الديلمي الإيراني المجوسي الآس الشيعي المنقلب، وقالوا هذا مفخر، أصلا مفخر، مفاخر كان عندنا مهيار الديلمي.
مجلدان رحمان من أرفع الشعر العربي. راجع شوف بالإسلام وصلنا نحن، مو وصلنا بغير الإسلام، ما وصلنا بالقوميات ولا بالإقليميات ولا باللونيات ولا بالعرقيات ولا بالحدود الجغرافية ولا بالخمر ولا بالقمار ولا بالسفور ولا بالفجور، بالإسلام صرنا علم. فالصديق كان عنده في كربلاء استطاه الرضا السيد عزيز، هذا هم في كان، هذا راح إلى لندن. بعدما رجع من لندن قال أغرب شيء رأيته في لندن رجل إنجليزي، ولا يمكن السيد هم سامع من هذه الكلمة، رجل إنجليزي يحفظ 60,000 بيت فارسي لمن الفردوسي، بل هذا علم فردوسي. فردوسي إذا تجد صورة، صورة موجودة، شوف فرد أخوندي لحيته وعمامته وإنسان عادي، لكن بالإسلام ارتفع إلى مستوى الفردوسي. اليوم عندنا فردوسي؟ اليوم عندنا مهيار الديلمي؟ لا، وخلاص أبو فرد بيت جميل فارسي، كل فرد وقت أقرأه بالنسبة عن لسان الحيوانات بين هرة وبين فرخ، يقول أن الأم وصفت الفرخة ألا تقتربي إلى الهرة فإن الهرة عدوة لك، فاقتربت الفرخ. في قصيدة طويلة جميلة عن لسان الحيوانات وإشارة وكناية، فاقتربت الفرخ وأخذت الهرة القطوة الفرخ. بعدين إلى أن يصل إلى هذا البيت يقول لما أخذت القطوة الفرخ بعد مدفي گر تبرع کند نگر فریاد، جوجه را گرده پس نخواهد داد. لما ترکنا الاسلام اقتربنا الى اعضاء الاسلام، صنعنا دینا دی الكفار، فکرنا فکر الكفار، قانوننا قانون الكفار، اللهم قال خلاص كنت اعطيتكم علماء احبت منكم وقوتوا التمسوا. فاذا ايضا القران يقول هذا الشيء، من كان يظن الآية هاي، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فلينظر بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. يقول الله إذا تركتموني إذا رحت للسماء ما تحصلون شيء. هاي الآية الكلام، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع، يعني يخليه يسلم إلى السماء ويقطع الطريق ويروح يشوف على أنه يتمكن يرجع أنا ما أخذت منهم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغير. ما غلط، قلدنا كلامنا كان في التقليد، تقليد الحياة، تقليد الغرب، تقليد الشرق، تقليد الكفر، تقليد الانحراف. راح ابن سيرين، ما هو أبعد من ابن سيرين، ما هو أبعد من مهيار، ما هو أبعد من فردوسي. دعنا على الإمام الصادق، الإمام الصادق لا يثنى، شيء واضح، لا الإمام، الإمام لا يثنى، وإنما الإمام بنصر من الله ومعين خلاص. لكن عندنا علماء، عندنا ابن سينا، عندنا البيروني، عندنا الخيام، عندنا نظام المن، عندنا العلامة الحلمي، عندنا التوسي، من عندنا فقراء تركنا الله فتركنا. الآن يجب أن نرجع الله، الآن يجب أن نرجع، لأن الله تعالى من صفاته تواب. تواب يعني شنو؟ يعني أنا سبيتك بعدين اعتذرت منك، قبلت عذرك، مرة ثانية سبيتك واعتذرت منك، هم قبلت عذرك، مرة ثالثة أسبك هم تقبل عذري. روح عني كل يوم تسيبني وتعدلني. لكن الله يقول لو 100 مرة انحرفت ورجعت 100 أكبر. الآية القرآنية وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. غفار يعني كثير المغفرة. إننا في الحقيقة بتقليدنا للغرب والشرق تحطمنا الليلة الليلة تقول إذاعة الكويت على أنه أنور السادات قبل بأن يقابل
بيغن في أمريكا حسب طلب كارتر كما قلتم جنابنا. وصلنا أكبر حكومة في بلادنا مصر، لا شك فيه. مصر كانت تزود نصف العالم الإسلامي بالثقافة والعلم وكل شيء أزهر كما تعلمون. لكن وصلنا إلى أنه لازم رئيس حكومة يهودية كل مساحتها شبر مغتصب نقابله ونلتمس منه رد علينا أراضينا، ونحن مستعدين نجعل معك سلاما، نسوي دبلوماسيات، نسوي طريق مفتوح، تعاون. هو بيغنى يقول لا لا، ما أريد أن أتكلم في السياسة أبدا، إني أريد أن أتكلم أين العزة وأين وصلنا. إن شاء الله فلذلك أتكلم لكم عن عزة المسلمين. الأربع مسلمون كانوا أعزاء، أكبر الحكومات يخضع لهم، أكبر الحكومات، تاريخ تقول تاريخ. لذا الإسلام من أول يوم كان يحارب التقليد في الحياة، يقول لا تقلد، صير سيد. الإسلام يريدك سيد، مو مقلد أبدا. قلت مقلد في الفقه صحيح، مقلد في أصول الدين باطل، مقلد في الحياة لا. كن سيد، أنت اصنع الطائرة حتى الناس يتعلمون منك، أنت اصنع الصاروخ، أنت اصنع القمر. وفي هذه الآية المباركة التي تلوناها قال إبراهيم لقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. إبراهيم قال لهم عمي في الحياة إنسان ليس في الحياة يكون مفكر، يكون مبدع، يكون متقدم، يكون قائد، ما يكون ليل. منطق الأنبياء مع الناس دائما هذا، وهذا هو منطق الإسلام معنا اليوم وقبل اليوم وبعد اليوم. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.